الرحيم العدد، هاي تسوي عدد، هذي ثلاثة بتاء كل العشرة في عد ما أحده مذكرة. بلى أري سي بلى ثلاثة بتي وبيجا تاع قيت هذا ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة بتي وبلى لجمارة كردني أو لفزانيك أحد كان يان مذكر به مثلا ثلاثة رجال أربعة رجال يعني ما دام مفردة جاي مثلا قلم كمذكرة خمسة أقلام أبو جور ستة أقلام أما في الضد جرد والمميز جرري جمعا بلفظ قلة في الأكثر باشا أما في الضد جرد ولل الضد كذا يعني كأحد ما كأحد كي مؤنث بو جرد يعني جرد العدد عن التائي تيكي ليبكره باتيبيونه والمميز جروري أمره وتورى مميز مجرور ك جمعا جمع به بلفزي جمع قلة جمعا بلفز قلة في الأكثر جمع به بلفز قلة يعني أكثر وايا ك مميز أو عددان جمع قلة حلو كذا جمع مجرور بويا لا أكثر رأي واه ممكن جمع كثرة به رأي واه ممكن حتى هر مفرد به ولا ديار وانا تأويلاتي تعبت بخوانها أفرمي تثبت تاء في ثلاثة وأربعة وما بعدهما إلى عشرة إن كان المعدود بهما مذكرا معدود بوانا مذكر به وتسقط إن كان مؤنثا وتيقنا من أقر مؤنث به معدودك ويضاف إلى جمع وعدد أن إزافك ولا جمعك عندي ثلاثة رجال وأربع نساء أولا ثلاثة رجال ولا بوجنا كان ناجي أربعة نساء وهكذا إلى عشرة وأشار بقوله جمعا بلفز قلة في الأكثر يعني جمع بلفز قلة بالأكثر ذا إلى أن المعدودة ولا أميك معدود بها بوع عددانا إن كان له جمع قلة وكثرة أقر جمع قلة شو جمع كثرة يقول لم يوظف العدد في الغالب إلا إلى جمع القلة غالب وايا كعددك إذا فناك إلا جمع قلة ولي أقر مثلا جمع قلة هرنبي مجبور إلا جمع كثرة كي استفاد بك فتقول عندي ثلاثة أفلسين ثلاثة نفر يا ثلاث أنفسين أنفس شن مؤنسي مجازي تيكيبونينا ويقل عندي ثلاثة فلوسين وكما أما كسين بيج ولا بلاي منه يا سيد أنا فلوس كفلوس جمع كثرية يا ثلاث نفوس مثلا بيج عندي ثلاث نفوسين كم تلو جمع كثرية ناري ومما جاء على غير الأكثر قوله تعالى ولو أنيك لتغيري أكسراته أم قولك تعليك أفرمي والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤين أو تأو قروء جمع قلية مثلا يفرم ثلاثة أقرائين فألاف ثلاثة خواجيان إذا فكر ثلاثة إلى جمع الكثرة ولا جمع الكثرة مع وجود جمع القلة وهو أقراء لقالوا ذاك جمع قلية وكجمع قلية كشبريكي لا أقراء كوازيك جمع قلة كان بل جائسة أمرأ أفرمي فإن لم يكن للإسم إلا جمع كثرة بلام أو إسميك توأيك باتميز عددك أقرج قال جمع كثرة هي جمع كترين به لم يولف إلا إليه إذا فناكر إلا ولا جمع كثرة كنبي ناشاري ثلاثة الرجالين رجال جمع الرجل رجل بجمع قلة جمع نكر هذا بي شاهد لبرئ وبيل نوع عربة مع الرجل كبما نايبي كان بأرجل كجمع قلة هذا بي والتباس الرجل لقى الرجل نبي أما جمع قلة ناخو تائرتي قيشتين تميزي سيتادا مفرد ومجموع كره مجرور ومجموع
ولي ومئة والألف للفرد أضيف أما صدو هزار بو فرد إزافك يعني باتم زكيان مئة رجل ألف رجل باتم زكيان مفرد مجرور به ولي ومئة بالجمع نزرا قدر أضيف أما مئة بجمع بكمي رديف كرياها يعني مثلا مئات ثلاث مئات أو هذا أمر أفرمي قد سبق أن الثلاثة وما بعدها إلى عشرة لا تضاف إلا إلى الجمع إلا جمعين يعني أوتي فرموك ثلاثة وما بعد ثلاثة تاقات عشرة إزافة ناكني بلا جمع نوي ولو ذكر هنا أن مئة وألفا ذكر يوك كمئة أو ألف من الأعداد المضافة الأعداد المزافة الأعداد المزافة نوانشو أنهما لا يضافان إلا إلى مفرد أو أنها مشي إزافة كما لا مفرد وكو عندي مئة رجل وألف درهم ولو ورد إضافة مئة إلى جمع أما هاتوا إزافة مئة ولا جمع بلان بقليلي ومنه قراءة حمزة والكسائي كفرميانا على قراءتك ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين يعني ثلاثمائة سنين هنا قم مئة خلينا نوتوا شاهد يمني أصل قراءة القرآن قم مئتين يعني ما نولى غارك يانا سي سي صد سي صد كبر كيلا شيء لصار يعني سي صار يسمى سنة شاب يتا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنتين يعني مفرد ومجرور بها كاش يسمع شغل جمع ومجرور هذا حال وكم هذا إلى سنين أما أحش بحر دعاء أول حاصل أويك حاصل بأن العدد المضاف على قسمين عدد مضاف دو جورة أحدهما ما لا يضاف إلا إلى جمع بشي كان ويك إزافنا كن بلا جمع نبي وهو من ثلاثة إلى عشرة كوتمان أبدا ما قر زماني كتميزكي مئة بيت والله ثلاثة ومئة جمعنا كيو والثاني ما لا يضاف إلا إلى مفرد ودومك ويك إزافة لكن إلا ولا مفردنا وهو مئة وألف وتثنية وتثنية أماني شوايا نحو مئتا درهمين وألفار درهمين وأما إضافة مئة إلى جمع فقليل ولأقر مئة إزافة ولا جمع وكما هل وقل لها مئة إزافة ولا السنين أم جار وأحد ذكر وصلناه بع باشا وأحد أذكر وصلناه بعشر وصلناه بعشر مركبا قاصدا معدود ذكر مركبا قاصدا معدود ذكر يعني أجر تو مثلا أحد ذكرك ووصلك بعشر بيجا أحد عشر حالي تو يا مركبي يعني تركيب كنندي أحد عشر تجيك حال شوية قاصدة مع بوقتك كتو قصدي معدودي مذكرة بس والله ثلاثة عشر كوكبا أحد أحد عشر كوكبا ونيا باشا مثلا أقول أحد وأحد ذكرني وتو أحدا لا شال بروز الشعبي وأحد فعيلة كر وصله بعشر باخذ وأحد ذكر وصله بعشر مركبا قاصدا معدود ذكر باشا يعني أجرته لو كتاب وصلت كرد مثلا بعشر ونن أحد ذكر كو وصلك بعشر كحالة آية مركب كنندي أو دواني تليك قاصدي معدودي وقت قاصدي معدودي مذكر بيو كاربك وقل لدى التأنيث إحدى عشرة والشين فيها أنتمي من كسرة بل وتو بل لكاتي بمؤنز هنان دا يعني بجي ويكوا مذكر بالمؤنز بيني بيجي إحدى يعني أحدك كو إحدى عشرة كجنية عشر أها عين شين ريا تيشي بيوانيا تي بيوانيا لأخر وشين قيبو ساكنك بيجي عشرة إحدى عشرة أوينيك حاربي أما أو جاء عويرة عشر شينا كده وده جاري ولا تميم ومكسور يكن على عشرة هو تميم كان وايد يكن أيا لا أصل دبي لو كاتا شينا كي ساكن به
القرآن هم أنا إثنتا عشرة عينة وألبتا أجر عشر بي عشرش مثلا أجر بمركبي بكاري بيرين يجن أحد عشر شيء نجي مفتوحة وايا ولي أجر عشرة كاب بتنيا بكار بيني وكو عشر أمثالها شيء نجي ساكنك أما عشرات شيء عشرات أجر بمركبي بكاري بيرين شيء نجي ساكنك إنه عشرة وايا ولي أجر ب أو بكاري بيرين آوة تانية بغير مركب بكاربين ولا عشرة عارة تلك عشرة كاملة بمفتوحي يعني عين فلقي متعارك مفتوحة كي آوة تانية وشين فيها ولا أما تقصيتها بمكانها أظن بمكسورية أظن عشرة ومع غير أحد وإحدى ما معهما فعلت ففعل قصدا ولقل غير أحد إحدى دا بلوجوتر ما معهما فعلت أو كاريك كرضي لقل أحد إحدادا فافعل همان كار أنجام بدأ قصدا لروي قصده باشا ألبتا أقل لقل غير يعد ألبتا أو هنا مثلا إثنى عشر جواية ثاني عشر إثنى عشر إثنتا عشر يعني أوانيش أقل إثنى عشر به وصل كم بعشرة إثنى عشرة أو حالبي أبو مؤنث كي أريم شي إثنتا عشرة أو إليك ولي أقل سورتك أو بي بالي شنا أو قصي باش نقل شو تهم ومع غير أحد يعني لقل غير أحد إحدادا ما معهما أويك لقل أحد إحدادا كردت ما معهما فعلت فافعل تو أن جاي بده قصدا للروي قصده جاي سبا شي سشرح كشي ولي ثلاثة وتسعة وما بينهما إن ركب ما قدما بو ثلاثة وبو تسعة بو نيواني ثلاثة وتسعة أجر تركيب كران لقل عشرة ما قدما هروي بيشوها يعني مثلا لو بر أجر بتنيا أخوان وايتن لقل مذكرة تيمن بيوانان بي مذكرة تي كمان لي حسفك لقل مؤنسة وايا إيش أجر كونتك عشرة مثلا بيجي ثلاثة عشر ثلاثة عشر نية أرين ثلاثة عشرة أو حاربي يعني تيكي ليلاوي تيكي بيوناري بو البته بيوناري بو شي بو مؤنث بيوناري برا بو مذكرا ثلاثة عشر أو بلى أم جراء الفرمي لما فرغ من ذكر العدد الملافي وقتك لذكر العدد مذاب ليه بو ذكر العدد المركب جاي عدد مركب باسكا فيركب عشرة مع ما دونها إلى واحد يعني عشرة تركيب ذكري لقال ما دوني خويا تأجتيك سل لقال نو لقال هاش لقال حود لقال شاش لقال بنج لقال شوار لقال سيان لقال دوي لقال يك نحو أحد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر تأجت تسعة عشر هذا للمذكر بوم ذكر وتقول في المؤنث إحدى عشرة واثنتا عشرة وثلاثة عشرة وأربعة عشرة إلى تسعة عشرة فللمذكر أحد ودي فللمذكر أحد باشا وإثنى يعني مثلا هذا قال عشرة أحد عشرة دي لقال دوانزيش بو دوانزيك جرى إثنى عشرة بلا مولي المؤنثي إحدى عشرة أم جابوه تستكش جرى إثنتها وأما ثلاثة وما بعد ثلاثة أقات تسعة فحكمها بعد التركيب حكمك أنزلت دواء التركيب كحكمها قبله همان حكمك بلا تركيب بيان فتثبت التاء فيها تكيت يا سبب إن كان المعدود مذكرا غير معدود كمذكر وتسقط إن كان مؤنث المعلوم وأما عشرة عشرته وهو الجزء الأخير وكجزء الأخير كيا فتسقط التاء منه تكيت داك إن كان المعدود مذكرا غير معدود كمذكر تكيت ونابي يعني عشرة كأخوي وتثبت إن كان مؤنثا على العكس وسابد بيت هيك أجر مؤنث بيلا العكس من ثلاث عكس ثلاثة ثلاثة لقال مذكرة تي بي ويا لقال مؤنثا بيت هيا أما عشرة لقال مذكرة تي بي بيت هيا لقال مؤنثا تي بي ويا فما بعدها يعني ما ثلاثة ما بعد ثلاثة فتقول عندي ثلاثة عشر رجلا يا ثلاثة عشرة امرأة و
وكذلك حكم عشرة مع أحد وإحدى باشا واثنين واثنتين، فتقول أحد عشر رجلا واثنى عشر رجلا بإسقاط التائتك ليلة أبي عشرك رجلان باري، وتقول إحدى عشرة امرأة واثنتا عشرة امرأة بإثبات التاء بويك تيكيبو ساب الدكين باري لروي ولوتي. وكذلك حكم عشرة مع أحد وإحدى ونوتي يعني أجر مثلا لقل ثلاثة أو أنا دابي خب خدي عشرة كارم بثلاثة كنية خدي عشرة لقل مذكرة مذكرة لقل مؤنث مؤنث دي أم جارة همان عشرة كواني أجر كويتة تك أوش أها أجر أو عشرة لقل أحد وإحداش دابية لقل اثنين وإثنتين إش دابية همان حكمي هي هل لقل مذكر مؤنث ولا مذكر مذكر لقل مؤنث لقل مؤنث مؤنث ولا لقل مذكر مذكر يعني عشرة وهاي يعني أو بيا شواني ترتيبة بوسي ونو بيني أو دواني حرب عشرة جا تانية أخوي كذي أينا مثلا خدي عشرة كنية خدي عشر لحال تركيبا لقال همو عدد كان ليك وهتا وكونو بو مؤنث مؤنث بو مذكر مؤنث قران كاريك إنتي يكودو شروكو عشرة بكار بو قران كاريان تيانية بو مذكر مؤنث مذكر وبو مؤنث مؤنث ولي سيونو بين كيان لقال مذكر مؤنث لقال مؤنث مذكر هاو. ويجوز في شين عشرة مع المؤنث التسكين ساكن قبل عشرة، ويجوز أيضا كسرها وهي لغة التميم. أمر وأولي عشرة اثنتي وعشرة اثني إذن أنثى تشاء أو ذكر توبدو عشرة داكتيا بين اثنتي بين حالبي نعم عشرة بين بدو اثنتي أولا عشرة بين بدو اثنتي بيجة اثنتي عشرة أو بيجة وأولي عشرة اثنتي وعشرا اثني أم جاني وأولي عشرا باري بدواي اثني عبين باري اثنى عشرة هاو حربي جاء ما مثلا جاري واهي اثنتي بيرم جاري واهي اثنى بيرم إذا بدواي عشرة بدواي عشرة كي ولا إذا أنثى تشا وقتها كبير خوش بي يعني إذا تشا أنثى وقتها أنثى بي خوش بي أو ذكر يا ذكر بي خوش بي هاو أو قرآن كاريانيت ياكي أمجر واليالي غير الرفع وارفع بالألف والفتح في جزئي سواهما أليف والياب وغير الرفع يه عربي يعني يي أو شيك هناك إثنان يا إثنى لحال رفع ألفة بايا ولي لحالة نسب جراء بيتا يه جاري واليالي غير الرفع وغير الرفع وارفع بالألف ما بارفع كيف بألف به والفتح في جزئي سواهما أليف أما فتح لدو جزئي سواي أو دوانا دا الفتح بقيرا مثلا لا أحد عشرة أحد عشرة وايا أو أختا أو والله إحدى عشرة إحدى عشرة وجاء خلقي مفتوحة كي ولي إحدى كألف ألف حرف عليه ولا أو أنا أقري أما أوكا أري باري وارفع إلا واليالي غير يعني يبو النصب جرة اثني عشرة بو حالة الرفع رأيت اثني عشرة مررت باثني عشرة بو الرفع بو باري بو الرفع بو نصب نانا بخشة بو جر بو نصب أما بو الرفع كألف ديني وارفع بالألف رفع أو لبكا يعني اثناك بألف والفتح في جزئي سواهما ألف فتح لدو جزئي سواي أو دوان دا والفتي بيو جيراوة جاب زين على خصبة قنو يقال في العدد المركبي عشرة في التسكيري وعشرة جوتيلة تأنيسة. وسبق أيضا أنه يقال أحد في المذكر وإحدى في المؤنث وجه تلاوة وأنه يقال ثلاثة وأربعة وأنه إلى تسعة بتاء للمذكر وسقوطها للمؤنث ساقط يا وسقوط يعني وبسقوطها للمؤنث. وذكر هنا أنه يا ذكر هنا مسلم أنه يقال إثنى عشر للمذكر بلا تاء في الصدر ببيوكتي لا صدرك على جزئية كما كإثنايا والعجز إلى عجز شانية ليش كما كانتين وكو عندي إثنى عشر رجلا ويقال إثنتا عشرة امرأة للمؤنث بتاء في الصدر والعجز لا صدر العجز تيه
ونبه بقوله ولي جاء أم جاري خواته أو شعر آوى معنى كينوى وأولي عشرة اثنتي وعشرة اثني يبو بسرعة يوما يعني تو عشرة بدواء اثنتي دابين رأيت اثنتي عشرة آوى مثلا وعشرة نجبيرة بدواء اثنين رأيت اثني عشرة وشي نقاش ساكن كرجا كي إذا أنثى تشاء أو ذكر الزمان يتكتو مؤنث في خشبه أو مذكر في خشبه وفرموي أها دي وليالي غير الرفع وارفع بالألف أي ستسلو ونبه بقول وليالي غير الرفع على أن الأعداد المركبة كلها مبنية همو عدد كان قشتيان مبنين مبنية صدرها صدر عجوزيان مبنية بلام وتبنى على الفتح مبنية لسفتها بن وكو أحد عشر أها بفتح الجزئين وثلاث عشرة بفتح الجزئين هل ولو يستثنى من ذلك إثنى عشر واثنتا عشرة أو دوان جزئ أولا كان كإثنى وإثنتايا حالة الرفع بلو نسب جر البيان فإن صدرهما يعرب بالألف رفعا وبالياء نسبا وجرا كما يعرب المثنى ويعرب المثنى وأما عجزهما كعشر كيا فيبنى أو على الفتح فتقول جاء إثنى عشر رجلا رأيت إثنى عشر رجلا ومرت بإثنى عشر رجلا وجاءت اثنتا عشرة امرأة ورأيت اثنتي عشرة امرأة ومررت باثنتي عشرة امرأة باشا كاتب الفتح في جزئي سواهما أليف فتح لدو جزئي غيري أو دوانا رنق غيري أو دوانا أوي أري أها غيري مثلا إثنا وإثنتي باشا غيري أو دوانا يعني مثلا اگر اسنا لقال جزئي كي خوي بيو مبني نابي لا سرفته بل كو معرب اعراب كشي بحرف بي حاله الرفع علي من اسم جر بي باشا اسنا تشر بو جوري فتح كبو انو الفتح بيو جوري بلا مديار اول واو سواله بي اي احدى اخر احدى عشرة او اخر كما قبل فتح لي واو تقديري لا سال فك حاله اما اوه دواي او امر شسر عقود صيغة عقد كان بوتميز كان يعني مثلا بيستو سيو آوان أرى وميز العشرين للتسعين بواحد كأربعين حين تو بيست تميز بخا حتى أقات النواد بيق يعني با تميز كان مفرد ومنصوب به وكو أربعين حين يعني شل صار مثلا قد سبق أن العدد ملاف ومركب عدد خصمية ملافية ومركبية وذكر هنا العدد المفرد ولعدد مفرد ذكر كله هو من عشرين لبيستو يتا إلى تسعين تانون ويكون بلفز واحد بلفزك واحدة بين للمذكر والمؤنث يعني مو مذكر ومؤنث فرقينية ولا يكون البتاع عشرين كفرقينية نك مثلا سيكي كي لقل بيستو يك بيستو دو أواننا ولا يكون مميز إلى مفرد مميز كشيء مش مفرد بما مفرد منصوب وكو عشر رجلا عشرون امرأة ويذكر قبله النيف نيف شيء لفش هذا النيف يعني نيف لفش وذكر نيف وعشرون نيف وعشرون يعني بيسو شندان ويعتف هو عليه وعشرون قعد في قلب بصري فيقال أحد وعشرون واثنان وعشرون وثلاث وعشرون بالتاء في ثلاث باشا وكذا ما بعد الثلاثة التي إلى التسعة هرب وجور ما بعد الثلاثة تاقدنا لبوم ذكرة ويقال للمؤنثي إحدى وعشرون إثنتان وعشرون ذي ثلاث وعشرون بلا تاء في ثلاث وكذا ما بعد الثلاثة إلى التسعة وتلخص مما سبق لما سبقه بومان دركه وبومان بالاو تبو ومن هذا ليرشوا أن أسماء العدد على أربعة أقسام اسم عدد كان شوار باشن مضافة ومركبة ومفردة ومعطوفة أو شواراني حالبي وميز مركبا بمثل ما دي ميز عشرون فسوينهما عددي مركب شان تميز خستوا بو شويك تميز عشرون يقول شون تميز عشرون مفرد منصوبة تميز مركب كان إلى أحد عشر تاقات تسعة عشرة قشتي مركب بره كشي مفرد منصوب أي تميز أي تميز العدد المركبي كتميز عشرين وأخواته أنا تميز عدد مركب تميز عشرين وأخوات عشرين وايا
فيكون مفردا منصوب، بس مفرد منصوب يكون 11 رجلا و 11 امرأة عربي. وإن أضيف عدد ذاتك يوم مشارش فاني تازم. وإن أضيف عدد مركب باشا يبقى إلينا وعجوز يبقى لبنا يبقى لبنا وعجوز قد يعرب، يعني أجر إذا فكري عددك عددك مركب يبقى لبنا باشا مبني بونك أميني مثلا على عددك مركب إذا فكري عدد مركب وكو 11 مبنية إذا فشيك مبني بونك أميني وعجوز قد يعرب ولا عجوزك وكلا مثلا بشد ومكي لو أني جاجر معرب به عليه يجوز في الأعداد المركبة إضافتها إلى غير مميزها جائز لعدد مركب ولا إضافة كبلا ولا يتم إذا كان ما عدا 12 جعل 12 كأدروزنية فإنه لا يضاف إضافنا فلا يقال 12 ك يعني ددانا كيتو مثلا دوازانا كيتو. وإذا أضيف العدد المركب وعدد المركب إذا فكر فمذهب البصريين أنه يبقى الجزآن على بنائهما أو ما زي بس كان سلوى كدو جزء كلا سبي نكان منه فتقول هذه 15 ك يعني أول 15 دانا كي توي حال كإذا بقول عليك كاف كرمة ومرت ب 15 ك إذا 15 ك محل مجرور بلد فتح كي هرمة بناء مبنية لفتح آخر الجزئين وقد يعرب العجز مع بقاء صدري على بناء إلى سبي ناكي فتقول هذه 15 ك 15 ك يا ورأيت 15 ك أو خمسة إضافة كذا، ومررت بخمسة عشرك أو قيز مثلاً جزء دومي إذا فكره وعجز قد يعرب يعني عجز كي معرب كريا عربت بإذا فكرني بشيء أول ولا وصغ من اثنين فما فوق إلى عشرة كفاعل من فعلا أمر باسي أواكاك عليه ما أتوانين وزني فاعل دروس كين لا صيغة عدد لو دروس كان لإثنين ما فوق مثلا هلا إثنين ثاني دروسكي لما فوق ثاني تاقات عشرة مثلا لثلاثة ثاني دروسكي لأربعة رابع دروسكي لعشرة عاشر دروسكي وكفاعل دروسكي لشي وكشون فاعل لفعل دروسكي باشا دي لإثنين إش فاعل دروسكي أمجر واختمه في التأنيث بالتاومة واختمه في التأنيث بالتاومتا ذكرت فاذكر فاعلا بغير تا تو التوابي بين دوابير لتأنيث قابتي مثلا ثالث نية بتا ثالثة ومتى ذكرت أقر وقتك توبة مذكريها وردو فاذكر ذكرك فاعلا فاعلك مذكرك بغير تا علي يصاغ من اثنين إلى عشرة اسم موازن لفاعل كما يصاغ من فعل علي يدرس ذكري ل دوازده يعني لا دو دووا اسمه كيسنك ها وزن بيبو فاعل وكما يصاغ وركو شون دروس دكري من فعل لفعل شي دروس دكري ضارب لشي دروس دكري من ضرب فيقال ثاني وثالث ورابع إلى عاشر بلا تاء في التذكير وبتاء في التأنيث وبو هناك مكررة كيتي ما فاق بإن شاء الله